نتحول إلى الأحوال الجوية والطقس الآن. عودة مرة أخيرة إليك دينا. شكرا لك يا أميرة، شكرا لك نهى. والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، ومائل الحرارة رطب على باقي الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 35 والصغرى 25، الإسكندرية 32-25، مطروح 31-24، بورسعيد 33-25، الإسماعيلية 36-24، السويس 35-24، العريش 33-24، طابة 36-27، شرم الشيخ 39-30، الغردقة 38-29، الأقصر 42-26، أسوان 42-28، الوادي الجديد 42-25، شلاتين 38-27، وأخيرا حلايب 34-25. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة متوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.